اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نقرا فيها ابرز ما كتبت الصحف العربيه والعالميه، ونبدا بابرز العناوين. جاء في العربي اللندنيه: مليونيه الصدر تنسجم مع ميليشيات ايران ولا تلبي مطالب الشارع. ونقرا في الحره: اختفاء فرنسيين يعملون في منظمه غير حكوميه وسط بغداد. وجاء في المدى: تظاهرات ذي قار تطيح بخامس قائد أمني. ونتصفح في الزمان: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالصين. جاء في عربي 21: قتيلان في بغداد بمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. نتصفح في كتابات: إذلال حكومي لمتظاهر في بغداد، تجريده من ملابسه وتعذيبه والثوار يتوعدون بالتصعيد. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط: مستوطنون يحرقون مسجدا قرب القدس. أهلا بكم. جاء في صحيفة المدى: يعيش العراق حراكا جماهيريا متواصلا تتصدره شعارات وطنية رافضة للطائفية السياسية والمحاصصة الحزبية وللظروف المعيشية الصعبة المتمثلة بتوفير لقمة العيش والخبز والعمل. وبهذه الشعارات الوطنية المطلبية تكون الانتفاضة الجماهيرية قد فاجأت المحللين السياسيين والكثير من الكتاب المهتمين بالشأن العراقي. مقال للكاتب لطفي حاتم في صحيفة المدى العراقية. قدمت الانتفاضة الشعبية المشتعلة في العراق الكثير من الدروس الكفاحية لقوى التغيير والديمقراطية الدافعة لمسار تطورها اللاحق. اتسم الحراك الشعبي المتواصل لطبقات التشكيلة الاجتماعية العراقية العاملة على إقامة الدولة الديمقراطية الكثير من الدروس الكفاحية، أبرزها الطابع السلمي للحراك الشعبي والذي تجسد في الحفاظ على سلمية الانتفاضة الشعبية، وتعثر جرها إلى العنف والفوضى رغم حدوث بعض الخروقات الناتجة عن اندفاعة الشباب المنتفض من جهة، ودموية الميليشيات المسلحة الساندة للنظام السياسي الطائفي من جهة أخرى. واحتشد تحت راية الانتفاضة الشعبية مواطنو الدولة العراقية بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والقومية تحت شعار إسقاط الحكومة الطائفية واستبدالها بحكومة وطنية عراقية. مارست أجهزة السلطة الأمنية وميليشياتها الحزبية القمع المباشر والمنظم عبر الاندساس والاغتيال والتخريب للانتفاضة الشعبية بهدف إعطاء مبررات أمنية لاستخدام العنف ضد مسارها السلمي. يضيف الكاتب قائلا: إن السمات الجديدة السلمية والسعة الجماهيرية المناهضة للطائفية السياسية التي طغت على أنشطتها الثورية بشرت بولادة أشكال كفاحية جديدة هادفة إلى بناء دولة ديمقراطية تلبي الحقوق الاقتصادية والسياسية للمواطن العراقي. بعد أن دخلت الانتفاضة الشعبية التي بدأت في الأول من تشرين الأول شهرها الرابع، يتساءل الكثيرون عن مستقبلها. هل يمكن أن تستمر بعد كل ما يتعرض إليه المتظاهرون من حملات قمع وترهيب باستهداف ناشطين في جميع ساحات الاعتصام؟ مقال للكاتب طارق أجبوري في صحيفة الزمان العراقية. وإذ أكد المتظاهرون في أكثر من مناسبة ويؤكدون مواصفات رئيس الوزراء، وأهمها أن يكون مستقلاً ولم يشارك في أي منصب منذ 2003 إلى الآن، فإن الأحزاب ومن خلال ممثليها في مجلس النواب تحاول الالتفاف على المطالب الشعبية، وكأن العراق خال من كفاءات مستقلة، فهي تدرك أنها إذ ستفقد امتيازاتها السلطوية بما تمثله من قوة وهيمنة ومال حرام
سرقته من الشعب تارة بغطاء قانوني كالرواتب والتخصيصات والامتيازات أو بالصفقات المشبوهة التي باتت رائحتها تسكم الأنوف. وبرغم ضعف الدعم الدولي للمتظاهرين إزاء ما يتعرضون إليه من قمع، فإن شباب الانتفاضة الشعبية السلمية مصرون على البقاء بثبات في ساحات الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، مستندين على مشروعية تطلعاتهم بوطن يشعرون فيه بكرامتهم وحقوقهم المسلوبة. ومن يزور ساحات العز والكرامة في بغداد والمحافظات الجنوبية يمكن أن يلمس هذا الإصرار البطولي في موقف المنتفضين، فجميعهم وبصوت واحد يقولون: لا يملك أي واحد منا حق الانسحاب، فدماء الشهداء دين في أعناقنا جميعا. ونظن أن الوعي الذي يمتلكونه كفيل باستنباط وسائل ضغط مناسبة قادرة على انتزاع حقوق الشعب المسلوبة. الثورة الشعبية مستمرة ولو كرهت الأحزاب الفاسدة، ودماء الشهداء الطاهرة هي من ترسم طريق انتصار العراق للثوار وإنهاء المحاصصة وكل مظاهر الفساد السياسي وغيره. جاء في راسام يقول الكاتب حاتم الفلاحي: يبدو أن اجتماع مقتدى الصدر في قم الإيرانية مع قيادات ميليشياوية عراقية تابعة للولي الفقيه مع قادة في الحرس الثوري الإيراني أنتجت طبخة إيرانية بامتياز للتنفيس عن مأزقها الداخلي والخارجي. من المؤكد أن إيران وذيولها في العراق لا يمكنهم البقاء ساكتين على الحراك الثوري الذي يمثل تهديداً حقيقياً لهم، لذا فقد أصبح اللعب على المكشوف، وأصبحت المطالبة بالعدالة وتغيير النظام خيانة في نظر هذه الميليشيات المسلحة وأحزاب الإسلام السياسي الإيراني الذين أصبحوا ألعوبة بيدها. وإلا لماذا يقوم الصدر بالتصريح من قم؟ ولماذا لا تخوض إيران هذه المواجهة المسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة دون المرور في العراق ودون مرور قرار إخراج القوات الأمريكية بساحات التظاهر لخلط الأوراق واتخاذ وجود القوات الأجنبية ذريعة للتخلص من الحراك الشعبي الذي ينادي بحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة؟ إن دعوة الصدر لجميع المكونات بالخروج لمواجهة النفوذ والتواجد الأمريكي أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام، وخاصة لدى المكون السني الذي قاوم الوجود الأمريكي منذ عام 2003 وإلى خروجهم عام 2011، ولكنه لم يقل لنا لماذا لم يخرجوا لقتال الأمريكان طوال هذه المدة والسجون ملأى بالمعتقلين الذين قاتلوا القوات الأمريكية في هذه الفترة والذين أطلق عليهم تسمية الإرهابيين في وقت كانت فيه أحزاب الإسلام السياسي الشيعي يطلقون على الوجود الأمريكي بالقوات الصديقة. يقول الكاتب إن دعوة الصدر هذه تبين بأن إيران نجحت بكسب ولاء الصدر بشكل كامل وعلني من خلال تجميع الميليشيات تحت عباءته في قم، ليس لقناعة إيران وقادة الميليشيات به وهو المتقلب في مواقفه دائما، ولكن كونه يملك تيارا سياسيا تفتقده الميليشيات الأخرى، وبهذا يكون الصدر بشكل رسمي وعلني غير قابل للتقية ضمن النفوذ الإيراني الذي طالما حاول أن يوازن المصلحة والتعامل معه لكسب بعض الأطراف العربية. لعلنا لم نتفق بعد ونحن على هذه المسافة الزمنية عن حادث اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس، على ما إذا كان هذا الحادث تحولا مفصليا أم لا
سؤال نطرحه الكاتب حيدر السعيد في صحيفة العربي الجديد. جرت عملية اغتيال سليمان حزمة من الأسئلة التي شغلت الأيام اللاحقة لها، وبعضها كان ينطلق من هاجس أن ما جرى تحول مفصلي. هل العملية مستمرة وأبعد من هذا الاغتيال كأن تكون تدميراً شاملاً للبنية التحتية للفصائل العراقية المسلحة أو ما يعرف بأتباع إيران في العراق الذين باتوا يشكلون ركناً جوهرياً في النظام السياسي القائم في العراق، ما يعني إضعافاً لهذا النظام؟ وقد كانت ثمة مخاوف لدى عديدين من قادة هذه الفصائل أنفسهم بأن العملية لن تتوقف عند اغتيال سليماني والمهندس، بل إنها ستطاول قيادات أخرى ومواقع أخرى. وذهبت المخاوف إلى أن الولايات المتحدة قد تطيح بالكامل النظام القائم في بغداد وتقيم بدلاً منه نظاماً عسكرياً. أم سينتهي الأمر عند اغتيال سليماني ضربة موجعة للإيرانيين ورسالة سياسية لهم في الوقت نفسه تجلبهم إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى؟ ولكن وبعد هذه المدة عن العملية نستطيع أن نتحدث وبيقين أن الأزمة انتهت عند هذه الحدود عسكرياً في الأقل. الكاتب يضيف: ومع ذلك لا تريد إيران وحلفاؤها أن يمضي اغتيال سليماني من دون ثمن، وهذا الثمن يمكنها أن تقبضه من العراق، تحديداً المنطقة الرخوة من بين سائر مناطق تدافعها مع الولايات المتحدة. مليونية رفض الوجود الأمريكي التي يقودها مقتدى الصدر تخفي تحت ظلالها كثيراً من الألاعيب السياسية السطحية من قبل الصدر نفسه ووكلاء إيران من الفصائل المسلحة. الصدر يتحرك بتعليمات من إيران. مقال للكاتب ماجد أسام الرائي في صحيفة العرب اللندنية. المليونيات الحقيقية هي التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2019 في الانتفاضة الشبابية في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، لأن المحافظات الغربية والشمالية من العراق لم تشارك فعلياً لا لقلة وطنيتها، وإنما لاعتبارات أوجدتها سياسات الأحزاب الشيعية وخلفتها عمليات البطش والقمع التي نفذتها ميليشياتها المسلحة ضد العرب السنة في تلك المحافظات العربية. المليونيات الحقيقية عبرت عن مطالبها، وواجه الفتيان العراقيون بصدورهم سلاح القنص والقتل، وقدموا أكثر من 600 شهيد و23 ألف جريح على طريق الثورة التي فتحت عهداً جديداً للعراق. اجتماعات قم بين الصدر وهادي العامري وقادة الميليشيات الأخرى الذين غادروا العراق بعد مقتل سليماني بحثت متطلبات مرحلة ما بعد استقالة عبد المهدي وكيفية التعاطي مع صعوبات الخروج من ورطة الانتفاضة التي تتقاطع مع مصالح إيران ونفوذها في العراق، وتسعى إلى إنهاء هذا النفوذ فعلياً في الأمد القصير إذا ما تتحققت أهداف الانتفاضة. الكاتب يضيف: ما توصل إليه المجتمعون في قم حسب تسريبات هو مخرج يضيف إمكانية الانتفاضة عن تحقيق أهدافها السياسية، وأوكل هذا الدور لمقتدى الصدر الذي لا يستطيع مجابهة المنتفضين، وهو الذي دائما ما كان يتحدث باسمهم، لكن المخرج الفني يؤدي إلى ذات الهدف ليؤدي الانتفاضة عبر اختراقها بتظاهرة مليونية ترفع شعارات طرد الأمريكان في إهانة مباشرة للثوار، وكأنهم لم يطالبوا برفض الاحتلالين الأمريكي والإيراني مسبقا. جاء في القدس العربي: منذ هزيمة يونيو حزيران من عام 1967 وإسرائيل تسعى إلى تحويل الفلسطينيين إلى سكان
وأن تنسف فكرة المواطنة على الأرض الفلسطينية، وبقيت هذه الرؤية قائمة وتعززت مع كامب ديفيد التي لم تكن إسرائيل تريد وجودا فلسطينيا داخلها، حتى لو تقدم الفلسطينيون ليجلسوا إلى الطاولة فجأة وعلى طريقة الرئيس السادات في صناعة الصدمات. ولذلك فالالتفات الفلسطيني لمفهوم الشعب كان واضحا في مرحلة الثمانينيات. مقال للكاتب سامح المحاريق في صحيفة القدس العربية. يواجه الإنسان الفلسطيني اليوم خيارات بدون اعتباره مواطنا على أرضه، فإما البقاء بوصفه خزانا بشريا من الدرجة الثانية بالنسبة لإسرائيل لينتظر فرصة العمل بعد تزاحم طويل على المعابر الحدودية، أو يتحول إلى شخص يبحث عن سكن يمكن استيعابه في أماكن أخرى ضمن تسوية تلغي علاقته مع الأرض. والحالتان برسم المواجهة وربما تحتاجان إلى استراتيجية جديدة تخرج من خلال السلطة الوطنية من دورها الوظيفي لتحمل مشروع دولة ذات طبيعة نضالية، وأن تعمل بالتوازي مع ذلك على بناء حاضنة عربية رسمية أو شعبية، بدلا من التحول إلى ورقة تفاوضية لدى الأطراف العربية التي تبحث عن تحالف مع إسرائيل، أو على الأقل تحييد يقوم على كثير من التنازلات التي قد يكون من ضمنها وربما في مقدمتها تجريد الفلسطينيين من صفة الشعب وتحويلهم إلى مجرد سكان. الكاتب يقول: وعلى الرغم من الخذلان العربي، يبقى من مصلحة الفلسطينيين التمسك بالبعد العربي للحيلولة دون سقوطهم في فخ المشكلة المحلية التي تقع في تخصص البلديات لا الدولة أو المنظمات الأممية. وفي خبر بعيدا عن السياسة، تشير تقارير علمية إلى أن ثعبان كرايت الصيني ذي الأشرطة المتعددة والكوبرا الصينية قد يكونان هما المصدر الأصلي للعدوى بفيروس كورونا المكتشف حديثا في الصين، الذي أدى إلى تفشي مرض تنفسي معدي ومميت وأثار موجة عالمية من القلق خلال الأيام الماضية. كان الإبلاغ عن المرض أول مرة أواخر ديسمبر كانون الأول 2019 في مدينة ووهان، وهي مدينة رئيسة في وسط الصين، وانتشر المرض بسرعة كبيرة وفائقة عن طريق المرضى المسافرين من ووهان إلى الصين وبلدان أخرى بما فيها الولايات المتحدة باستخدام عينات من الفيروس معزولة من المرضى، حيث حدد العلماء في الصين الرمز الوراثي للفيروس واستخدموا المجاهر لتصويره، واكتشفوا أن العامل الممرض المسؤول عن هذا الوباء هو فيروس كورونا جديد، وهو من عائلة فيروسات كورونا المتلازمة التنفسية الحادة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.